على صفيح ساخن تبقى الأوضاع في بحر الصين الجنوبي مع استمرار التوتر الحاصل بين الفلبين وجارتها على الضفة الأخرى الصين. وفي أحدث أشكال التصعيد الذي تشهده المنطقة حادث وشيك كاد أن يقع في عرض البحر الصيني الجنوبي بين سفينة فلبينية كانت تقل صحفيين وسفينة صينية كانت تجري مناورات على مسافة قريبة من السفينة الفلبينية. خفر السواحل الفلبيني قال إنه دخل في مواجهة مع سفن صينية بينما كان ينفذ دوريات على مدى أسبوع في الممر المائي الاستراتيجي أثناء دخول سفن عسكرية صينية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين. في الجانب الآخر تتهم بكين مانيلا بالتعمد في تسبب حادث تصادم بين سفينتين مشيرة إلى أن هذا الأمر جعلها تتخذ إجراءات لحماية سيادتها بعد دخول السفينة الفلبينية لمياهها الإقليمية. لقد كان عملا استفزازيا مع سبق الإصرار أن تدخل السفينة الفلبينية في مياه ريناي جياو مع صحفيين على متنها، وكان الهدف هو البحث عمدا عن الخطأ واغتنام الفرصة لتضليل الحادث. سفينة حرس السواحل الصينية حمت السيادة الإقليمية للصين والنظام البحري وفقا للقانون. الحادث الوشيك الذي كاد أن يقع بين السفينتين يأتي في وقت اتهمت فيه بكين واشنطن بإذكاء التوترات في آسيا والمحيط الهادي مع قيام الأخيرة بمناورات بريكتان السنوية مع حليفتها مانيلا والتي شارك فيها نحو 18,000 جندي تضمنت محاكاة لضربات محددة الأهداف وتطويق الجزيرة. تحركات أثارت مخاوف بكين وصاحبها إرسال رسائل التحذير إلى القوى الإقليمية وتنبيهها من خطورة هذا التصعيد محذرة من أن تحالف واشنطن ومانيلا يجب ألا يتدخل في النزاعات البحرية أو ينتهك سيادة الصين الإقليمية ومصالحها الأمنية. محمد جريما، تي آر تي عربية.